يعني طالع باربع صوات خضراء ولا صوت احمر اليوم يا ابو مفرح. المركز الثاني بثلاثه اصوات من الجمهور وبرضه متعمد يعني ما قزرها معه من باب الاجر من باب انه احسان. لا زالت الرجفه يا ابو صح اتوقع. مبروك يا جميل. الله يبارك. ثلاثه اصوات المركز الثاني. المركز الثالث بصوتين عندك ابو جابر. مبروك ابو جابر. الله يبارك فيك. اعطوني النتائج. تمام الاجمالي نذكر فيه الاجمالي اعطوني اياه على الشاشه وبرضه بذكره انا.